الكشكل ديالك يجي اكثر من رائع، والاهم البنات غتجربوها ان شاء الله وغادي تشكروني. والى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نديروا مع بعضياتنا واحد الفطيره الفرنسيه اللي هي متميزه، كتجي رائعه وسهله في التحضير. هذه الفطيره هذه اللي كتجي رائعه، احسن ما غتشريها من المحلات اللي كتكون شويه غاليه في الثمن. كنحتاجوا ليها واحد 250 غرام ديال الزبده اللي غتكون مارغرين، احسن اللي كنستعمل هاد الزبده هذه. كنحاول انني نضربها لا كما كتلاحظوا باش نسرحها باش تساعدني في العجين. هنا غادي نصاوبوا الطريقه ديال العجين المورق، ممكن تستعملوا اي طريقه اللي كتعرفوا، وعندي كذلك في القناه عندي طرق بزاف ديال العجين المورق. فغادي ناخذ هاد الزبده هادي وغنحاول نوضعها في الثلاجه حتى نوجد العجين. هنا غادي ناخذ واحد 500 غرام ديال الدقيق، غادي ناخذ ليه كذلك واحد القطرات ديال الخل، غادي نضيف ليه شويه ديال الملحه، كما كتلاحظوا غناخذ ربع كاس ديال الزيت اللي هو ما كاملش، يعني قليل ما فايتش ربع كاس ديال الزيت. صافي غادي نحاول هذه الملحه وصافي غادي نعجن هذا الخليط هذا بواحد الكاس الا ربع ديال الماء اللي غيكون يعني يكون جامد، الماء شويه يكون بارد. غادي نبقى بالتدريج بالتدريج حتى نعجن العجين ديالنا ونرجع من بعد. هذا هو العجين اللي غادي نحصلوا عليه. غادي نحاول نطلقوا شويه بالثلاج، كتكون العجينه شويه قاصحه كما كتلاحظوا باش قدرت تشد لينا الزبده. غادي نحاول نسرحها بهذه الطريقه هذه، وغادي نوضع في الداخل ديالها الزبده اللي سبق وطلقناها وضعناها كذلك في المجمد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ما كاملاش. صافي وغادي نحطوا وغادي نلويو عليها هذا العجين هذا. انا كما سبق وذكرت فعجين المراق فانا حاطاه في القناه، فين كاين يعني اشكال كثيره ديال العجين المراق، وهذه الطريقه فهي سهله ما كتحتاجش بزاف الوقت، يعني كتعطي واحد النتيجه اللي جد جد رائعه. صافي غادي نبقى مكمله بحال هكا، غادي نحاول انني نجمعها ونسرحها. الا كانت العجينه عندنا بارده وكذلك الزبده بارده ما غاديش ندخلوها للثلاجه او المجمد، فغادي نخدموها مباشره كما كتلاحظوا هكا. غادي نحاولوا نعاونوا يعني راسنا بشويه ديال الطحين. صافي وغادي نكمل عليها تزالي. فمن بعد ما تلقتها جوج مرات، هذه المره الثالثه كما كتلاحظوا، غادي نعاودو ثاني. فانا ملي كنضربها بالثلاج الوسط باش نضغط على العجين ما يتحلش لينا، الا كانت الزبده وحاجه ما تحلش لينا. صافي وغادي نعاود نثنيها المره الاخيره وغادي نسرحها باش غادي ناخذ الشكل اللي غادي ندير. كما كتلاحظوا نحاول انني نسرحها على شكل طولي. صافي وغادي نقسمها على الشكل اللي بغيت انا، وانا بغيت شكل طولي. هذه الفطيره هذه غنديرها على شكل طولي، يعني غتعطينا جوج فطيرات كما كتلاحظوا هكا. غادي نبقى مكمله. وبالنسبه للحشوه اللي كنستعمل في هذه الفطيره هذه، كناخذ هنايا انا درت خليط ما بين عندي 400 غرام ما بين اللوز
الكاوكاو، فانا خديته بالقشور ديالو، حاولت انني نحمره شويه صافي، ودوزته في مولينيكس او يعني الخلاط صافي. غادي نعاود ندير ليه شويه يعني نص كاس ديال السنيده، معلقه ديال تقريبا معلقه ديال الزبده، كذلك غادي نوضع واحد الفاني نسمع، غادي نوضع كذلك واحد البيضه، انتما كما كتلاحظوا كذلك ضفت انا واحد يعني ملعقه ديال الزبده ديال الفول السوداني، فهي كتبقى اختياريه، هذه المرحله هذه اختياريه فقط، انا بغيت نزيد نعزز الذوق صافي. وضعت واحد المعلقه حتى لجوج ديال هاد زبده الفول السوداني، كما سبق ذكرت بيضه صافي. وغادي نعجن هذا الخليط مزيان، وغنشوف الا بقى ليا شويه الخليط يعني ما متماسكش وكيلصق في اليدين، غنحاول انني نضيف ليه واحد تقريبا من 4 حتى 5 ديال المعالق ديال الدقيق. كما كتلاحظوا فانا تقريبا ضفت ليها من 3 حتى 4 المعالق ديال الدقيق صافي، وغادي نعجنها، وغتعطيني واحد العجين اللي هو متماسك يعني حشوه اللي غتكون متماسكه صافي. وغادي ندوز ان شاء الله يعني العجين ديالنا اللي سرحته، العجين المورق اللي قسمته لاربعه ديال الاجزاء الطوليه يعني يكونوا حول انهم يكونوا مقادين، غادي ندهنهم بالبيض من الجوانب، حاولوا انكم البيض ما تسرحوش ما تخليوش يهبط من الجوانب باش ما يخلي لكم هذاك الفويطاج ديال هاد العجين هذا يبان. صافي وغادي ندير هذيك الحشوه داخل ديال العجين، يعني واحد اما ديروها عادي يعني تحطوها كاك عادي او ديروها بوشادو ماشي مشكل. وغادي نعاود عاوتاني نحط فوق منها الجزء الثاني ديال العجين المورق صافي، وسدو عليها من الجوانب، ونبقاو مكملين حتى نساليو يعني هاد الجوانب كاملين، تغطوا عليهم غير بالاصابع ديالكم. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، فانا خديت هنا مقص، ممكن انو تاخدو اي حاجة تسوقو بها، فانا خديت هنا مقص وحاولت انني بعد ما بين يعني الرشمة والرشمة كنحاول انني نجر العجين من الفوق، كتعطي واحد الشكل زوين صافي. غادي نكمل الفطيرات بجوج بهذا الشكل هذا، وغادي نتلاقاو من بعد. صافي المرحله الاخيره، فانا غنحاول انني ندهنهم ببيضه كامله، او ممكن تستغناو على ابيض البيض وتستعملوا اصفر البيض فقط، ديروا معاه شويه ديال الخل وشويه ديال يعني اما الخل يا اما الحليب، معلقه ديال الحليب صافي. وغادي ندهنوها كامله، ونحاولوا ندخلوها الفرن اللي يكون سخون من قبل على 180 درجه، غادي تخليوها 180 درجه حتى تبان لكم انها بدات كتنفخ تقريبا واحد 5 دقائق، ومن بعد تبطوا الحراره ل 160 درجه حتى 150، وتخليوها تقريبا 30 دقيقة باش تجيكم العجين طايبة ما تبقاش خضرة. ومن بعد ملي كتخرج لنا من الفرن فهذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا، فهي كتجي رائعه، كتجي مرحله ديال التزيين. فكنزينوها يا اما لوز ايفيلي او ممكن اي حاجه عندكم في الدار ممكن يكون تزينوا بها. هنا غادي ناخذ واحد لاباج، غادي نحاول ان نزين بها
الوجه ديالها. ممكن انكم تاخذوا الكونفيتور اللي متواجد عندكم، صافي. وحده غادي نزينها باللوز الفيلي، وحده غادي نزينها بشويه ديال اللوز والكاكاو اللي كان عندي ديجا يعني طحونين، يعني غادي نحاول انني نزينهم من الفوق. غادي نتلاقاو في الشكل النهائي. صافي، غادي نحاول نقطعها الا حاولت انا ندير ليها اللوز كونكاسي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا. فطيره كتجي اكثر من رائعه كما كنعرفوا، فهي كتكون غاليه شويه عند المخبزات، فهي كتصاوبها على راسك وتعطيك كميه كبيره والشكل ديالها رائع. وكتعرفي كذلك الحشوه باش مصاوبه، يعني كل شيء على يديك، والشكل ديالها كيجي اكثر من رائع. والاهم البنات غتجربوها ان شاء الله وغادي تشكروني. كنتمنى انكم تشاركوا في القناه اللي باقي مشتركش في القناه، وفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. والى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.